ودلوك مع ندمة الحفل كريزة المهرجان. أهلا وسهلا بكم، منورانا يا سلمى. بنورك كل مرة تعمل معي لقاء و يلا ربنا يستر. هيبقى يوم ممتع جدا قوي. بتحب تكوني مثيرة للجدل؟ لا يعني نص نص. شكلك متوترة. لا ايوه انا عايز الكلام. ايوه مفيش ما يدعو. الست اذكى ولا الراجل؟ لا الست اذكى، مع حتى مكتوب انك ايدهن عظيم. الست اذكى. انتوا هتودونا في داهيه بقى ولا كام راجل كتيه قبل كده يا سلمى؟ ما اعرفش العدد والله. حبيبك يجيب لك بوكي ورد ولا سندوتش شاورما؟ حبيبي اللي جايب لي من البار قبل ما يجي المهرجان من اغلى مجوهرات في العالم. انت هتكلم بابا امتى؟ طب بص ادي له رنه وهو هيتصل بيك. هاو ماتش؟ من البار اعلى ماركه في العالم للذهب. كريستينا يو ميريلاند مي في الرياض كانت ب 42,000 ريال سعودي من البار. يا ابن المحظوظة يا فوزي. كل القاء اقول لك انه انا مستحيل ارتبط بواحد ما يكونش غني. كل القاء اقول لك انه انا اهم حاجة عندي الرفاهية، الترفيه، السهر، الجولد، اللبس، كل حاجة فيها اكيد غني. ايه ده ايه ده المجتمع ده. اخر مرة تقالك بحبك كانت امتى؟ قبل ما اجي المهرجان. قولي لي يا محامية. قلت له احبك، قال لي احبك دابل. بقى لما كانت بتبص لك كنت بتبص لها؟ شوف انا قد ايه صريحه، مع ان الكلام ده مش بقوله لحد خالص، يعني الصريحه دي بقولها بس معاك. هو انا هخبى على حضرتك ليه؟ بالحمد لله انت ما قلتليش تتجوزي كام واحد، عشان انا لو قلت السؤال ده هياخد مني اللي جايبه. ما انت دافع بقى. شكله جاب كتير في هدايا، جاب قد ايه؟ لا ما بعدش والله، بس هو كريم، بس المفروض انه الراجل يكون كريم. هو انت بخيل على حبيبتك او على زوجتك؟ طب حد فيك وكلمها بقى، بلاش انا اكلمها. هل انت ما بتحبش زوجتك او حبيبتك، ما بتحبش انه انت تهديها هدايا؟ لا اديها طبعا. طيب الراجل اللي مش بيدي هدايا بخيل، والست اللي ما بتديش برضه بخيله. يا اخوانا في ايه؟ ليه 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 حب على دماغه، حب على دماغه يا احمد. كاريزما ولا على الله حكايته؟ كاريزما طبعا، كاريزما. هو بيحاول زي ما تقول كده بيشتغل على نفسه. زيك كده. الله يخليك. هو الناس بدأ انزامه. لو واحدة متكده منك تعملي معها ايه؟ مش بديها وش عشان اكيد هي مش هتوصل معايا. حمش شباب، تهور، تسرب. شعرك ده ولا اكستنشن؟ شعري المرة دي مش حاطة اكستنشن. المرة دي مش حاطة اكستنشن، لانه كل ما احط اكستنشن شعري يخرب وبحس انه مش مزبوط. شي حرام. لما اكون مكتئبة بعمل شوبينج وبدلع نفسي وبعمل كل الحاجات اللي انا تمنيتها من شخص اخر وحسسني باكتئاب بعملها لنفسي. يا ضنايا. يعني بدي لنفسي دبل اللي انا تمنيته من شخص اخر، فما ادهونيش فعمل لي اكتئاب، فبدي لنفسي اكتر. انا ما حدش اداني حاجة. ايوة ما ادانيوش حاجة. وانت قوية ولا طيبة ولا شريرة ولا مفترية؟ اختاري. والله انا ميكس ما بين طيبة وشريرة. يختي كده ينفع وكده ينفع. الاقارب عقارب والاصحاب عقارب. والله. اقسم بالله. وانا صريحة معك. مبسوطين مني صح؟ انا عارف. اتوجعت كم مرة قبل كده؟ اتوجعت كم مرة؟ انا عارفة يا اختي. مرة واحدة وكنت انا سبب فيها. مرة واحدة. ما توجعتش كتير خالص، مره واحده بس. ايوه. تحب تكوني ريفيلينج؟ يعني وات انت الانجليزي واخده بالسمعه. بكرش على حد؟ انا مش بكرش على حد. لا انا قلت لك ان انا مخطوبه دلوقتي. فمش بكرش على حد. لا احبه يكون وسط، بس ما بحبش الراجل الاوبن مايند خالص، يعني مش بحسه راجل، بحبه يكون وسط في كل حاجه. احي احي.